إذا أعطينا 3 مقاعد في مجلس الحكم للسيد مقتدى الصدر يشارك، هي مو كرة قدم، هاي مرجعية تقليد وقناعة شخصية. دهاليز السياسة تغوي رجل الدين إذا أخذته من مكانته الحقيقية. موضوع أنه السيد الشهيد الأول هو مؤسس لحزب الدعوة، هذه فيها تحفظ. السيد الشهيد الأول والثاني كان لا يؤمن ولا يسمح لمقلديه أن ينتمون إلى الأحزاب. وقف رجل الدين أو أعطاه هيبة أكثر ما يكون سياسي. كانت مجموعة أسئلة تطرح علي باعتبار أنك تترأس جريدة إشراقات الصدر. كانوا يسألون أنه إذا أعطينا 3 مقاعد في مجلس الحكم للسيد مقتدى الصدر يشارك، 3 مقاعد من مستوى 18 تذكر، في نسبة عالية، لكن السيد ما كانت عنده رغبة المشاركة بقدر ما أنه هذا مجلس أسسه المحتل، فأنا ما أريد أصير أخضع تحته هيمنة وموافقة وقبول المحتل. الخلاف حول يعني ما بين السيد اليعقوبي والسيد مقتدى الصدر حالة دون أن يكون هو المرجع طبعا، وذهاب إلى تأسيس حزب الفضيلة، أكو كلام آخر حول هذه الجزئية؟ أنا أتحفظ شوي، أنا ما أقدر أسولف، يعني قد يكون الأيام القريبة القادمة ممكن أسولف فيه. عكف على الاجتهاد منذ سنوات وابتعد عن العمل كل ما يحيط بالتيار الصدري، ونضج علمياً وفقهياً، والآن هو موجود بالنجف الأشرف مرجع صدري مترقب، في أي لحظة ممكن أن يعلن.